نتذكر جميعا أحداث انفجار مرفأ بيروت المؤلمة في 4 أغسطس العام الماضي، ذلك التفجير الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص وخلف العديد من الجرحى. مر الوقت ولكن الجراح لم تندمج. العديد من المبادرات الإنسانية والتكريمية حدثت في الفترات الماضية، وآخرها زيارة اللاعب البرازيلي المعتزل رونالدينيو، لاعب نادي برشلونة وإي سي ميلان السابق. هذه الزيارة تأتي بالتزامن مع اقتراب الذكرى الأولى لانفجار المرفأ، فلنشاهد. نجم كرة القدم البرازيلي السابق البالغ من العمر 41 عاما وضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لفوج إطفاء مرفأ بيروت خلال زيارته التضامنية مع لبنان، رغم أن الزيارة كان من المفترض أن تطول أكثر من ذلك، حيث كان من المفترض أن يزور رونالدينيو المرفأ ويلتقي عددا من الناشطين والجمعيات التي ساعدت في مرحلة ما بعد الانفجار. بعض الصفحات الرياضية الكبرى نشرت الخبر، منها صفحة بليتشر ريبورت التي قالت: أثناء زيارته للبنان وضع رونالدينيو الزهور على النصب التذكاري لفوج إطفاء مرفأ بيروت تخليدا لذكرى أعضاء الدفاع المدني الذين رحلوا في أحداث انفجار بيروت 2020. من الصفحات الرياضية دعونا نذهب مشاهدينا إلى بعض تعليقات رواد السوشيال ميديا، والبداية مع محمد شريف حيث غرد وقال: شكرا رونالدينيو على هذه اللفتة التي لا تصدق. أما جوناس فغرد وقال: اللاعب الأكثر مهارة ومتعة في التاريخ، ويجب على فيفا أن تكافئه على جعله لمليار شخص يحبون كرة القدم. وأخيرا مايكل الذي غرد وقال: من كثرة الحشود حوله تشعر أنه ما زال يلعب ولم يعتزل. مبادرات وزيارات مختلفة شارك فيها العديد من مشاهير العالم، كل ذلك كان تحت هدف واحد وهو مساعدة لبنان في تخطي المحنة. في رأيك هل تساعد هذه المواقف على حل الأزمات السياسية والاقتصادية التي يمر بها لبنان؟ قصصنا مشاهدينا مستمرة، ولكن نتابعها بعد الفاصل.